لبيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في السلام عليكم في كتاب الصلاة في بحث الشروط، قد وصل في البحث الخاص بمكان المصلي، في البحث الملحق الخاص بالمساجد إلى قول المصنف ويحرم زخرفتها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. وأشار الشارح إلى ما يتعلق بهذا الأمر من خلال بيان ما هو المقصود بالزخرفة، فقال عليكم السلام. فقال في بيان ذلك: وهو نقشها بالزخرف، وهو الذهبي أو مطلق النقش كما اختاره المصنف في الذكر. هذا الحديث حول حرمة تزيين المساجد بالذهب، كما أشار عدد من الفقهاء إلى ذلك، وعلل هذا الحكم بعلة الإسراف وبأنه بدعة. أولا إسراف، وثانيا بدعة، وعلل أيضا بما ورد في بعض الروايات، في رواية مرسلة عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله، وهو قوله: لا تزخرفوا مساجدكم كما زخرفت اليهود والنصارى بيعهم. طبعا، وهذه العلل وهذه الأسباب التي ذكرت كلها مناقشة. أما الأول فنوقش بأن قضية التعظيم للشعائر من الممكن ماذا؟ من الممكن أن تكون مانعة من اندراج هذا الأمر تحت عنوان الإسراف، وهو أمر موجود كما هو معلوم ومصنوع الآن كما هو معلوم في المساجد، وفي عفوا في المشاهد المشرفة للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. كما أن الثاني وهو كون هذا الفعل بدعة، نوقش بأنه لا توجد لدينا قاعدة مفادها أن كل ما لم يقع في عهد النبي يكون محرما بالنسبة للعصور التي تكون بعده، وهذه معروفة في حتى عند يعني عند المخالفين، يعني من أتباع المذاهب، ولعله كما هو معلوم مثلا في الأزهر وغيره يوجد عندهم يعبرون عنها بمسألة الترك، ولعله أشرنا لها في مسألة سابقة، وهي مسألة الترك، وهو أن الترك بالنسبة إلى الجيل الأول من الصحابة، يعني النبي والصحابة الجيل الأول، الترك بالنسبة إليهم يحرم نفس الفعل بالنسبة إلينا أو لا. وطبعا يعني موقفهم من القضية كموقفنا منها، وهو أنه أن الترك أمر حيادي لا يمكن أن يثبت ذلك هذا ولا يثبت ذلك. هذا الأمر الثالث، وهو هذه الرواية التي أشير إليها. وطبعا الرواية أشارت ماذا؟ أشارت إلى الزخرفة عموما، يعني أشارت أولا هي مرسلة، رواية مرسلة، ولعله كما هو معلوم النظر الأول كما هو معلوم النظر الأول في الإرسال هو عدم القبول، حسب ما هو معلوم في علم الحديث، أن الحديث إذا كان مرسلا فهو غير مقبول للاحتجاج به، خصوصا في الأحكام الإلزامية، هذا حكم كما يقال حكم إلزامي. ويضاف إلى ذلك بأن الزخرفة لا يمكن أن يقال بأن هذه الرواية، حتى لو قلنا بأن الزخرفة محرمة، هذه الزخرفة التي تشير إليها الرواية لا ندري إن كانت مفسرة بما يقول به البعض، وهو أنها المقصود من الزخرفة هو التزيين بالذهب، أو لا، المقصود من الزخرفة هو مطلق التزيين كما أشار إلى ذلك الشارع. وطبعا الأصحاب بسبب هذه كما يقال هذه القضية بهذه الحيثيات، وقع الاختلاف
في بينها فيما بينهم بهذه المسألة. البعض ذهب إلى حرمة التزيين للذهب بالنسبة إلى المساجد، عليكم السلام ورحمة. البعض الآخر ذهب إلى الحرمة مطلقا، حرمة إلى حالة الإطلاق سواء كان بذهب أو بغير ذهب. كما أن البعض ذهب إلى الكراهة، يعني سواء كان ذلك بالذهب أو لم يكن ماذا أو لم يكن بالذهب، مع أنهم بالنتيجة يمكن أن يحتج لمثل هذه الأقوال بما ورد في بعض النصوص التي وردت، ومنها ما ورد عن علي بن جعفر عن أخيه عن موسى بن جعفر سلام الله عليه قال: سألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو أصباغ، قال: لا بأس به. وهذا حسب الظاهر يبدو أنه يجيز مثل هذا الصوم. ثم أن البعض من الفقهاء ماذا فعل؟ البعض من الفقهاء أشار إلى أنه يوجد فرق بين النقوش، فإن النقوش من الممكن أن تكون تصويرا لذوات أرواح، وبالنتيجة ماذا؟ وبالنتيجة يمكن أن توجد هناك حيثية أخرى للتحريم، لا من جهة كونه ذهبا أو من جهة كونه ماذا نقشا مطلقا، وإنما من جهة ماذا؟ من جهة تصويره للروح. وإذا كان من جهة تصويره للروح، هذه حيثية التصوير للروح ربما تكون مساعدة لمن يرى حرمة ذلك. وهكذا أشار بعضهم إلى هذا الأمر. وهكذا بعض كما يقال بأنه من الممكن ماذا؟ من الممكن المساعدة على الذهاب إلى هذه الملاهي. وهكذا بعد هذه يعني هذا الذكر أشار بعضهم ماذا؟ أشار بعضهم إلى أنه من الممكن ماذا حتى في هذه القضية، حتى في قضية التصوير ذوات الأرواح، من الممكن تصوير القضية على أنها ليست محرمة، كما ورد ذلك في بعض النصوص، كما ورد ذلك في خبر عمرو بن جميع: سألت أبا عبد الله عن الصلاة في المساجد المصورة فقال: أكره ذلك، ولكن لا يضركم ذلك اليوم، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك. هكذا. ولذلك ذهب البعض أساسا إلى أن تصوير ذوات الأرباح ما دام محرما فلا بد من حرمة ذلك في المساجد باعتبار أن لها حرمة أشد، ويرى بعضهم أن هذا كلام متين. طبعا هنا مشكلة أن المصنف في هذه القضية توجد قضية لعلها لا تتكرر في الكتاب، وهو أن المصنف له آراء في هذه القضية بتعداد كتبه، وهو أمر كما أشار إليه الشارع أمر غريب، ولعله لا يتكرر، لا أدري إن شاء الله يعني لا أكون مشتبه، لعله لا يتكرر في الكتاب، يعني باعتبار أنه كل كتاب من كتبه يذهب ماذا؟ يذهب إلى رأي مخالف للآخر. لذلك قال الشارح: أو مطلق النقش كما اختاره المصنف في الذكرى. ماذا اختار؟ مطلق النقش ذهب أو ليس بذهب. وفي الدروس أطلق الحكم بكراهة الزخرفة والتصوير، هناك ذهب إلى التحريم، هنا ذهب إلى أطلق الكراهة بكراهة الزخرفة والتصوير، ثم جعل تحريمهما قولا، هكذا قيل كذا، جعل تحريمها قولا يعني قيل كذا، يعني أشار إلى وجود قول في المقام. ثم قال: وفي البيان حرم النقش والزخرفة والتصوير بما فيه روح، هذا أيضا رأي آخر، هذا تفصيل جديد، وظاهر الزخرفة هنا النقش بالذهب. هذا يقول هكذا لأنه بالنتيجة حتى هذه القضية كأنه زخرفة، كأنه حسب الظاهر الزخرفة ماذا؟ الزخرفة بالذهب، فيصير بهذا يعني البيان لآراء المصنف، فيصير أقوال المصنف بحسب كتبه، يعني بحسب تعداد كتبه، فلعله هذه هي كتبه الفقهية أو هذه الكتب الخاصة ببيان الآراء، عنده كتب فقهية أخرى ولكن في القواعد وما شابه ذلك. لذلك نقول هكذا هنا في هذا الكتاب ماذا اختار؟ حرمة النقش بالذهب. في هذا الكتاب
حرمة النقش في الذهب. في كتابه الآخر في الذكرى اختار حرمة مطلق نقش المساجد بلا تفريق. الرأي الثالث أطلق الحكم بكراهة الزخرفة والتصوير للمساجد، وهو رأيه في الدروس الشرعية في فقه الإمامية. والرأي الرابع وهو حرمة النقش والزخرفة والتصوير بما فيه روح، وهو الذي اختاره في كتابه البيان. ولا يعني هذا بحسب تعداد كتبه التي أشرنا إليها، وأشار إليها أيضا الشارح كما توضح ذلك. طبعا هذا كله بناء على إمكان التصوير لهذه القضية، لهذه قضية الزخرفة بهذه الكيفية التي أشار إليها. وطبعا إذا أشرنا إلى أنه في هذا الكتاب حسب الظاهر من كلامه وماذا هو الزخرفة بالذهب، الزخرفة بالذهب، فلعله هكذا يعني نكتة. الشارح لما كان حريصا على بيان ماذا، على بيان رأي المصنف في هذا المكان على أنه ماذا ظاهر في التحريم بالذهب. لماذا؟ لأنه لو كان المقصود، لو كان المقصود من الزخرفة هو ماذا، هو مطلق النقش، لكان ماذا، لكانت أقواله ليست بتعداد كتبه، لأن هذا هو الذي رآه ماذا، هذا هو الذي رآه في كتاب الذكرى، فيكون رأيه في اللمعة وفي الذكرى واحدة، يكون هذا رأي واحد. ولذلك قال الشارح هنا بأنه ظاهر الزخرفة هنا ماذا، هو النقش بالذهب، فيصير يعني فيترتب على تفسير كلمة الزخرفة هنا حرمة الزخرفة بالذهب، تصبح الآراء بتعداد الكتب. ولكن لو حمل المقصود بالزخرفة على معنى مطلق النقش الذي هو رأيه في كتاب الذكرى، فعند ذلك ماذا، عند ذلك يكون ماذا، يكون رأيه ليس بتعداد كتبه وإنما ينقص واحدا، فيصبح رأيه في اللمعاء ورأيه في الذكرى يعني بشيء واحد، يعني وهو حرمة مطلق النقش بلا تفريق بين الذهبي وغيره. طبعا الفرق ما هو؟ الفرق أن الغرابة في تعداد الآراء ستكون كأقل من المقدس، ليس أكثر منه، هو آراءه متعددة، ولكن لو بقيت آراءه بتعداد كتبه لكانت الغرابة بدرجة كما يقال كاملة. أما لو نقصت هذه الأقوال قولا واحدا لأصبحت ماذا؟ وأصبحت ثلاثة أقوال، عند ذلك ستبدو الغرابة ولكنها ستكون ماذا؟ بدرجة أقل. قال وظاهر الزخرفة هنا النقش بالذهب هكذا. فإذا كان الأمر كذلك فيصير أقوال المصنف بحسب كتبه، يعني بحسب تعداد كتبه، وهو غريب من كأنه ماذا يعني بحسب ما تقدم في البحوث وما يأتي في البحوث، المعروف من المصنف هو ماذا، هو الاستقامة في الرأي، هذا أمر معهود من نعم يوجد، يعني يوجد هناك آراء متعددة، ولكن المعروف هو الاستقامة، اعتبار أن هذه يعني آراء كثيرة، فإذا كانت الآراء كثيرة فالاستقامة هي التي تليق بمنهج المصنف، للاختلاف في الآراء والتعدد. ثم قال وهو غريب، ثم قال وكذا يحرم نقشها بالصور ذوات الأرواح، واضح دون غيرها، هذا بعد واضح، هذا بعد يكشف عن ماذا، يكشف عن أنه من الممكن ماذا، من الممكن هذا الذي أشار إليه الشارح وما يعني ما ذكره المصنف في قوله ويحرم زخرفتها، باعتبار أنه هنا أشار ماذا، أشار إلى أحد ما يقابل الرأي الذي أشار إليه، لأنه لو كان المقصود من الكلام هو مطلق الزخرفة لصارت ماذا، لصار هذا الرأي داخلا وليس ماذا، وليس مقابلا، فلما كان مقصوده هناك من
من الزخرفة هو النقش بالذهب، صار هذا ما صار هذا رأيا فيه ماذا؟ تفصيل، وفيه مقابلة مع الرأي الذي سبق. لذلك قال: وكذا يحرم نقشها بالصور ذوات الأرواح دون غيرها، وهو لازم من تحريم النقش مطلقا لا من غيره. هذا باعتبار أنه لو كان الرأي الذي أشار إليه في قوله وهو يحرم زخرفتها هو الرأي الذي رآه في كتاب الذكرى، فهذا لازم لذلك القول، والحال أنه جعل هذا في قباله، فهذا يعني أن كلمة يحرم زخرفتها ليس المقصود من هذا القول هو ماذا؟ حرمة مطلق النقش، بل حرمة ماذا؟ النقش بالذهب، حتى يصبح هذا القول في قباله. وإلا لو كان المقصود منه مطلق النقش فهذا القول لازم، لأنه مطلق النقش يشمل ما يكون نقشا لذوات الأرواح وما يكون نقشا ماذا؟ لغيرها كما هو معلوم. لذلك قال: وهو لازم من تحريم النقش مطلقا لا من غيره من الأقوال. فإذا أشرنا إلى أنه هنا يوجد رأي آخر، نعم، فيصبح هذا رأيا في قبال ذلك الرأي الآخر. قال: وهو قرينة أخرى على إرادة الزخرفة بالمعنى الأول، باعتبار أن هذا قرينة على أنه عندما قال يحرم زخرفتها هذه قرينة على أنه أراد المعنى الأول، لأن الشارح عندما أشار إلى بيان الزخرفة ماذا قال؟ قال: هي نقشها بالزخرف وهو الذهب أو مطلق النقش، فهذا يعني هذه قرينة، يعني عد هذا الرأي وهو حرمة النقش بالصور، عد هذا الرأي باعتبار أنه رأي لازم عده في قبال الرأي السابق دليل على أنه ليس لازما له، وبالتالي يكون قرينة على أن الرأي السابق لم يكن ماذا؟ رأيه في كتاب الذكرى وهو حرمة مطلق النقش، وإنما هو التحريم الخاص ماذا؟ بالنقش بالذهب، ليس أكثر من ذلك. لذلك قال: وهو قرينة أخرى، هذا يعني هذا القول ذكره قرينة أخرى على أن رأيه الذي أراده في قوله ويحرم زخرفتها هو المعنى الأول وهو النقش بالذهب. قال: وهو قرينة أخرى على إرادة الزخرفة بالمعنى الأول وهو النقش بالذهب خاصة، وهذا هو الأجود. هذا هو الأجود بأي شيء؟ باعتبار أن صحيح أن الزخرفة يمكن أن يقصد منها النقش بالذهب أو النقش بغيره أو مطلق النقش يعني، ولكن الأجود كما يرى الشارح أن الزخرفة تفسر ماذا؟ بالنقش بالذهب. فطبعا هنا كما يقولون باعتبار أن الزخرفة إذا فسرت بهذا التفسير، بناء على هذا التفسير، بناء على تفسير الزخرفة أنها ماذا؟ بناء على تفسير الزخرفة أنها النقش بالذهب، يكون الحكم هنا بالتحريم حكما ماذا؟ حكما تأسيسيا، وليس الأمر كذلك فيما لو كانت الزخرفة بمعنى النقش مطلقا، باعتبار أنه سيكون ماذا؟ سيكون الحكم ماذا؟ تأكيديا وليس تأسيسيا. هذا ماذا؟ كأن هذا تأسيس لحكم وليس تأكيدا لحكم سابق، باعتبار أنه مرتبط بما تقدم. وهذا يعني أيضا أن هذه قرينة أخرى بعد كلامه السابق على أن المصنف إنما يفسر الزخرفة بما يراه أهل اللغة، وهو أن الزخرفة المقصود منها ماذا؟ النقش بالذهب. ثم قال: ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح، هذا لا كلام فيه، أنه تصوير ذو الروح كما تقدم هناك، أو عفوا كما سيأتي عفوا هناك في المكاتب المحرمة، يأتي هناك أنه يحرم تصوير ذوات الأرواح، ولكن هذا الأمر ليس مرتبطا بالمساجد، يعني تصوير ذوات الأرواح ليس أمرا مرتبطا بالمساجد، إنما هو أمر محرم في نفسه، فإذا كان محرما في نفسه فإنه محرم حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان على ملابس الإنسان، على حائط البيت وهكذا كما هو معلوم. لذلك قال:
ولا ريب في تصوير ولا ريب في تحريم تصوير بالروح في غير المساجد. وطبعا المقصود من ذوات الأرواح يعني المجسمة، ففيها يعني في المساجد أو لا، باعتبار ماذا؟ يعني عندنا تصوير للأرواح وتصوير لغير الروح، أما تصوير غير الروح فهذا فيها كلام. وهنا أيضا لعله الرأي الذي يراه الشارع أنه لا تحرم. فإذا كان التصوير لذوات الأرواح فهو محرم بغض النظر عن كون ذلك زخرفة في المسجد، ففيها أولى باعتبار ماذا؟ باعتبار أن حرمة المسجد أولى ماذا؟ أولى من حرمة غيره، كأولى من حرمة الحائط الذي في البيت، أولى من حرمة ثوب الإنسان وغير ذلك من الأماكن التي يحرم فيها ماذا؟ تحرم فيها يعني يحرم فيها عمل التصوير ذي الروح. أما تصوير غيره يعني تصوير غير فهذا يقول ماذا؟ فلا، باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أنه أمر ليس داخلا في هذا الحكم الأولي. ثم انتقل إلى القضية الأخرى، قال وتنجيسها. طبعا هكذا هذا بعد حكم آخر من الأحكام التي أشرنا أيضا إليها إشارة سابقا، وهو أنه من الأحكام الخاصة بالمساجد أنه تنجيسها من الأمور المحرمة يعني، وهذا عطف على ما تقدم وهو أنه يحرم تنجيس المساجد. وهكذا ما يلحق بالمسجد يعني من توابعه كما هو معلوم من آلاته كالفرش مثلا أو لا، ليست من آلاته، وإنما ماذا؟ وإنما إدخال ماذا؟ إدخال النجاسة إلى المسجد بطريقة ماذا؟ بطريقة من الممكن ماذا؟ أن تسري، وهي قابلة للسراية كما هو معلوم. طبعا الشارح يقول ماذا؟ يقول بأن الحرمة هنا تخص ماذا؟ تخص النجاسة المسرية لا مطلق النجاسة. كيف؟ بعض الأحيان الإنسان قد يدخل المسجد وثوبه نجس، ولكن نجاسة ثوبه ليست لها القابلية للانتقال والسراية إلى مثلا حيطان المسجد، مثلا فراش المسجد وما شابه ذلك. ولكن يوجد في قبال هذا القول قول آخر يقول بحرمة إدخال النجاسة إلى المسجد مطلقا. قد يقال هكذا بأن يعني ليس بناء على رأي الشارح الذي أشار إليه، وإنما عموما قد يقال بأن مسألة إدخال النجاسة إلى المسجد ربما التحريم فيها دائر مدار هتك حرمة المسجد. فإذا كانت القضية تدور مدار هتك الحرمة، وكان مثلا إدخال النجاسة حتى ولو كانت غير متعدية يعتبر هتكان، فإذا لا فرق بين أن تكون النجاسة متعديتان أو تكون ماذا؟ ليست متعدية. ولذلك ذهب البعض ماذا؟ إلى أنه إدخال النجاسة إلى المسجد حرام مطلقا، وبناء على أن مجرد إدخال النجاسة يعني مطلق إدخال النجاسة يعتبر هتكا لحرمة المسجد عرفان، كما لو أدخل مثلا كما لو أدخل الإنسان ميت غير مغسول أو عذرة أو ما شابه ذلك، فمن الممكن ماذا؟ من الممكن إطلاق هذا القول بالحرمة، والقول بأن يعني مجرد إدخال النجاسة بغض النظر عن كونها مسرية أو لا، بغض النظر عن ذلك يكون أمرا ماذا؟ أمرا محرما. طبعا أكثر الفقهاء، والذي هو يعني كما أشار إليه الشارع، أكثر الفقهاء على ماذا؟ على أن جواز إدخال النجاسة إلى مثل هذه الأماكن، إلى مثل المسجد. على كل حال لاحظ هناك رأي يعني لعله للعلامة يبدو من ظاهر قوله أنه ماذا؟ أنه يرى القضية ماذا؟ مطلقة كما أشار في هذا القول. لعله يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى دليل. لعله اعتبر القضية قضية اعتبار أو ما شابه لعله، والقضية ليست يعني
ليست يعني خالية من الدليل كما هو معلوم. قال: وتنجيسها وتنجيس آلاتها كفرشها لا مطلق إدخال النجاسة إليها في الأقوى. ثم قال: وإخراج الحصى منها أيضا. ويحرم ماذا؟ ويحرم إخراج الحصى من المساجد. متى يكون ذلك؟ يقولون في صورة كما أشار الشارح، في صورة كونها فرشان، يعني بالنتيجة بعض المساجد يجعلون ماذا؟ يجعلون الحصى هي الفراش الذي يصلى عليه، هكذا كما يقولون. باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها يعني أن الحصى لو أصبحت فراشا بدلا من الفراش الذي يوضع في المساجد، عند ذلك يعني تصبح ماذا؟ ستصبح جزءا جزءا من المكان. طبعا قد يقال هكذا: هل هذا يعني أن فراش المسجد لا يخرج من المسجد؟ نعم، قالوا يخرج من المسجد، ولكن لا يخرج من المسجد ليذهب الإنسان مثلا به إلى مكان آخر أو يأخذه إلى، لا، خروج فراش المسجد من المسجد إنما يكون لهدف من يعني وغرض عائد إلى المسجد. فأحيانا قد يحتاج الإنسان القائم على شؤون المسجد أن يخرج فراش المسجد، الهدف منه ماذا؟ تنظيفه وإعادته. فعندما يقال إخراج الحصى منها، ليس المقصود من الإخراج هو مطلق الإخراج كما هو الحال بالنسبة للفراش، لأنه بالنتيجة صحيح إن فراش المسجد وقف كالمسجد وحصاه أيضا تابعة له، ولكن بالنتيجة ليس المقصود من الإخراج هو مطلق الإخراج، لأنه من الممكن أن تكون هذه يعني من الممكن أن يكون هذا الحصى بحاجة إلى غسل ثم يعاد إلى مكانه. هل هناك مشكلة بهذا المقدار؟ قالوا: كلا، إنما القضية المقصود من الإخراج يعني أخذه من المسجد، لأنه من الممكن أن يطمع الإنسان في أخذه من المكان. وفي هذه الحالة لما يقع من الإنسان مثل هذا كما يقال مثل هذه المخالفة، ماذا يتوجب عليه؟ يتوجب عليه في مثل هذه الحالة أن تعاد وجوباً، باعتبار أن إخراجها كان أمراً محرماً، فإعادتها ماذا؟ فإعادتها من سنخه، يعني تعود ماذا؟ تعود وجوباً. نعم، لو افترضنا أن القضية ليست يعني لا أو الحصى ليست معدودة من فراش المسجد، سيكون الحكم ماذا؟ بالاتجاه الآخر. فلو افترضنا أن المسجد قد شغلته ماذا؟ شغلته يعني الحصى والتراب وما شاكل ذلك، عند ذلك ماذا يصبح الحكم؟ لا يصبح الحكم أنه يحرم إخراجه، باعتبار أن هذا الذي شغله أمر طارئ عليه ليس جزءا منه. فعند ذلك ماذا؟ سيكون هذا بمثابة القذارة التي تكون في المسجد، وبالتالي يكون المستحب ماذا؟ إخراجها، ليس ماذا؟ ليس إبقاؤها كما هو الحال بالنسبة إلى الحصى التي تعد فراشا فيه. قال: وإخراج الحصى منها، يعني إخراجه تحرم إخراج الحصى من المسجد لو كانت ماذا؟ لو كانت فرشا أو جزءا منها. أما لو كانت قمامة وصاخة يعني طرأت على المكان، استحب إخراجها. ومثلها التراب، يعني هكذا إخراج تراب المسجد أيضا يعني ماذا؟ إلا بقصد ماذا؟ إلا بقصد النظافة. فلو كان التراب أيضا معدودا من الفراش فحكمه حكم الحصى. وأما لو افترضنا ماذا؟ أنها لا، ليست كذلك كحال الحصى، الحصى ليست فراشا، هل يحرم إخراجها؟ لا، بل يستحب لو كانت معدودة القمامة. وهكذا التراب لو كان فراشا فحكمه حكم الحصى، ولو لم يكن كذلك فحكمه حكم الحصى الذي ليس فراشا، وهو ماذا؟ وهو استحباب إخراجه. قد ورد في الروايات التي أشارت إلى هذه القضية، وهي رواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام: إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد
فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح. ولخبر زيد الشحام قلت لأبي عبد الله أخرجوا من المسجد حصاتين، قال فردها أو اطرحها في مسجد، يعني في مسجد آخر. هسه هنا واضح يعني من خلال الرواية يبدو من أنه يبدو فيها إشعار على أن القضية ليست قضية ماذا؟ ليست قضية حرمة واضحة، وإنما فيها إشعار بوجود ماذا؟ بوجود الكراهة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه أن الإعادة ليست إلى نفس المقام هكذا، لأنه بالنتيجة عندما يقولون بأنه يحرم إخراجها على أساس أنها جزء من المسجد، فحرمة المسجد تدور مدار ماذا؟ وقفيته. فعندما يقال أن هذا الجزء تابع له وقفا، ثم بعد ذلك يقول له أعدها إليه أو إلى غيره، هذا يبدو منه ماذا؟ إشعار ماذا؟ إشعار بأن الأمر كراهتي، يعني مكروه، وليس ماذا؟ وليس ماذا؟ وليس محرمان. ولذلك ذهب جملة من الفقهاء، منهم المحقق والعلامة في عدد من كتبه، وأيضا المصنف في الذكرى وفي الدروس وفي البيان، إلى كراهة الإخراج. وماذا؟ وبالنتيجة ماذا؟ تكون الإعادة ماذا؟ مستحبة، يكون الإخراج مكروها وتكون الإعادة مستحبة. ثم قال أما لو كانت قمامة استحب إخراجها من مثلها التراب، ومتى أخرجت على وجه التحريم فتعاد وجوبا إليها أو إلى غيرها من المساجد، كما أشير إلى ذلك، حيث يجوز نقل آلاتها إليها وما لها لغناء الأول أو أولوية الثاني. استغناء الأول يعني استغناؤه، أولوية الثاني لعل حتى تكون هناك حاجة حتى للأول، ولكن الثاني حاجته ماذا؟ حاجته إليها أشد، كما هو معلوم من خلال ماذا؟ من خلال كلامه، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا المسجد الآخر، المسجد الآخر مقدار حاجته ماذا؟ مقدار حاجته أكبر، وإن كانت الحاجة موجودة في المحلين كما هو معلوم. قال حيث يجوز، نعم، فتعاد وجوبا إليها أو إلى غيرها من المساجد، حيث يجوز نقل آلاتها إليه وما لها لغناء الأول أو لولية الثاني، الذي هو ماذا؟ الذي هو طريقة الإعادة، التي هي طريقة إعادة يفهم منها ماذا؟ يفهم منها أن المقصود ماذا؟ أن المقصود ليس ماذا؟ ليس وجوب الإعادة إلى نفس المكان، وإنما المقصود منها أنه الإعادة يجب أن تحصل، أما أن يكون إلى نفس المكان فهذا أمر ماذا؟ فهذا الأمر فيه تأخير، من الممكن أن تعود إلى المسجد أو إلى غيره من المساجد. ثم أشار إلى الحكم الأخير، وهو أن حيطان المسجد يكره ماذا؟ يكره تعليتها. قال ويكره تعليتها، يعني يكره تعلية حيطان المسجد، بل تبنى كما يقول الشارح وسطا. هنا كما يقول بعضهم باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا هو أما تأسيا بمسجد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله، الذي كان مقداره قامة إنسان، أو لا إشارة إلى الاعتبار، وهو أن مثل هذا الحائط إذا كان عاليا سيستوجب ماذا؟ سيستوجب الاطلاع على عورات القريبين، باعتبار أن المساجد ليس بالضرورة أن تكون بعيدة عن مساكن الناس، خصوصا وأن مساجد يعني المساجد في الأماكن الصغيرة ستكون ماذا؟ ستكون بين الدور، فإذا كانت حيطانها عالية فمن الممكن ماذا؟ فمن الممكن الاطلاع على عورات القريبين. هذا بقية الحديث إن شاء الله يأتي في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.